أغلقت فصائل الإصلاح جناح الإخوان المسلمين في اليمن مدينة تعز في وجه القادمين من المحافظات اليمنية لقطع جوازات السفر. يأتي ذلك في أعقاب اعتقالها لعشرات الأسر على مداخلها. وأعلنت فصائل الإصلاح إغلاق مصلحة الجوازات في المدينة لأسبوع كامل بناء على توجيهات أمنية. وكانت فصائل الإصلاح التي تسيطر على نقطة الهنجر أبرز منافذ تعز احتجزت خلال اليومين الماضيين العشرات من الأسر بينهم نساء وأطفال ومنعتهم من الدخول لقطع جوازات سفر رغم حصوله على ضمانات منهم. ومع أن الإصلاح يحاول تسويق الخطوة على أنها أمنية إلا أن مصادر في المدينة كشفت بأن الحزب يحاول استحداث سوق سوداء للجوازات عبر نشر سماسرة تابعين لقيادات رفيعة تعرض على من تقطعت بهم السبل إمكانية استخراج وثائق سفر من المدينة مقابل مبالغ مالية باهظة تصل إلى 100,000 ريال. وتعد تعز واحدة من المحافظات المعتمدة لدى الشرعية والتحالف لاستخراج وثائق سفر في الوقت الذي يمنع فيه التعامل مع جوازات مستخرجة من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية. شكرا لمشاهدتك قناة الجمهورية، سنسعد باشتراكك بالقناة وتفعيل الجرس وإعجابك بالفيديو.